أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات، أهلا وسهلا بكم في رحاب حصة أخرى من حصص اللغة العربية. هذه الحصة خاصة بجزم الفعل المضارع، فهذا الدرس من الدروس المهمة. نستذكر معا ونقول إن المضارع لا يمر بحالات إعرابية متعددة. تعرفنا فيما مضى إلى أن أو إلى حالة المضارع المرفوع، وأخذنا بعد ذلك حالة المضارع المنصوب بعد حروف النصب الشهيرة. اليوم سنتعرف إلى حالة ثالثة أخرى من حالات إعراب المضارع، ألا وهي جزم المضارع. قواعد جزم المضارع، هذا هو عنوان درسنا الجميل في هذه اللحظات الطيبة بهذا الاجتهاد الذي ألاحظه في وجوهكم الطيبة. كونوا معي. أمامنا الأمثلة ثم هذا الجدول المعنون بهذا العنوان الواضح: الحرف المضارع، معنى الحرف، عمل الحرف، والإعراب. اقرأ يا محمد. سيقرأ محمد فيقول: الأمثلة: لم ينتصر باطل على حق في معركة الأبدية بين الباطل والحق، لم ينتصر باطل على حق في نهاية هذا الصراع الإنساني. أخذ العامل أجره ولما يكمل عمله. لا تنسى ذكر الله أيها الطالبان لتكتب واجبكما. يا نفس لا تقصري في جنب الله. شكرا لمحمد. من يقرأ لنا الكلمات فوق الخطوط الحمراء الواردة بالترتيب في هذه الأمثلة؟ اقرأ يا ناصر. يقول ناصر: لما لا لي ثم لا. هذه يا أبنائي ويا بناتي، ما نوع الكلمات هذه المخطوطة باللون الأحمر؟ أجاب حسن: إنها جميعا حروف. لما لا واللام ولا، هذه حروف ليست أسماء ليست أفعالا. من يقرأ لنا الكلمات المخطوطة بخطين أزرقين؟ أجاب يوسف: سأقرأ يا أستاذ لو أتيت. اقرأ يا يوسف. قال: ينتصر، يكمل، تنسى، نعم، تكتب من تكتب، تقصر من تقصري. وهذه يا أبنائي ما نوع الكلمات فوق الخطين الأزرقين؟ أجابت منال: إنها جميعا أفعال. هذه الأفعال ما زمن هذه الأفعال؟ هيا يا فاتن، إنها مضارعة: ينتصر، يكمل، تنسى، تكتب، وتقصر. شكرا لكم. كونوا معي أيضا من جديد لنمسك معا بذراع المثال الأول: لم ينتصر باطل على حق. أين الحرف الذي نطلب؟ أجاب محمود: إنه لم، ولا شك في ذلك. أين المضارع بعده؟ إنه قوله: ينتصر. جميل. ما نوع الأسلوب في هذه العبارة أو هذا الأسلوب الأول أو هذه الجملة التي تراها بأعينك؟ ما نوع هذا الأسلوب؟ إنه نفي. جميل. إن لم على ذلك تفيد النفي، هذا الحرف يفيد النفي. ماذا صنع لم النافية أو لم النافية؟ ماذا صنعت المضارع بعدها؟ لوحظ وجود سكون على رأس الراء، فليست ضمة، فليست السكون ضمة، ولم يلاحظ وجود فتحة. لو كان على الراء ضمة فإن المضارع سيكون مرفوعا، ولو كان على الراء ماذا فتحة فإن هذا المضارع سيكون منصوبا. لكننا تفاجأنا بوجود حركة غريبة، إنها السكون، دلالة على أن لم هذه تجزم هذا المضارع. فلم ماذا عمل هذا الحرف؟ ببساطة جزم المضارع بعده، جزم المضارع بعده. من يحاول معنا فيعرف لنا لم ينتصر؟ حاول يا سيف، ما رأيك؟ هل تشاركنا؟ يشاركنا سيف، يقول: لم يا أستاذ حرف نفي وجزم. لم حرف نفي وجزم مبني لا محل له. أجاب سيف: بارك الله فيك، باختصار. فخير الكلام ما قل ودل. ما إعراب المضارع بعد لم الجازمة؟ قال ناصر:
فعل مضارع ببساطة مجزوم وعلامة جزمه السكون. شكرا يا ناصر. وبالإمكان أن نقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، هذا فيض من غير يكفينا. إذا العبارة الثانية اقرأها يا يوسف السالمي. يقول يوسف: أخذ العامل أجره ولما يكمل. أين يا أولادي الحرف الذي نطلب؟ قال محمود: إنه لما. هكذا. وأين المضارع بعده؟ أجاب محسن فقال: يكمل. هيا يا وسام، ما نوع الأسلوب في قوله ولما يكمل؟ لو وضعنا لما كان يكمل فإن الأسلوب لن يتغير كثيرا، فلما هكذا يفيد هذا الحرف النهي ببساطة. شكرا لك. ماذا يصنع لما بيكمل هذا المضارع؟ لوحظ وجود السكون على اللام، وهذا يشير إلى أن لما تجزم المضارع. عمل الحرف على ذلك جزم المضارع. من يحاول أن يعرف لنا لما يكمل؟ أجاب سيف قال: يا أستاذ لما يكمل إن إعراب لما يكمل كإعراب لم ينتصر. نقول له: أحسن، ونكتفي بهذا القدر. إلى المثال الثالث، لا تنسى ذكر الله. هيا يا منال اقرأي. تقول منال: لا تنسى ذكر الله. أين الحرف المطلوب يا بيداء؟ إنه لا. شكرا لها. لا. وأين المضارع بعدها؟ إنه تنسى. هكذا. ما نوع الأسلوب في قوله لا تنسى ذكر الله؟ أجاب يوسف: إنه نهي. فلا على ذلك الناهية، تكفنا عن فعل شيء ما وتشجعنا على فعل شيء آخر. تكفنا أو تشجعنا لا هنا على ذكر الله بكرة وأصيلا. فلا ها هنا ببساطة هي الناهية، معنى هذا الحرف النهي. ماذا تصنع لا الناهية؟ يقول حسن: إن تنسى هذه هي الصورة الجديدة لهذا المضارع، إن للمضارع صورة أخرى. ما هي يا حسن؟ يقول سيف على عجالة: إنها تنسى. هكذا، إنها تنسى. الصورة القديمة لتنسى هذا قوله تنسى. ما رأيك يا محمد؟ قال: يا أستاذ إن تنسى على ذلك في صورته القديمة ختم بحرف العلة الألف. نقول له: قد أحسن. وبمقارنة الصورة القديمة بالصورة الجديدة لوحظ ماذا؟ سقوط هذه العلة من آخر تنسى فتصبح ببساطة تنسى. إذا لا الناهية ماذا صنعت بالحرف؟ عفوا، لا الناهية ماذا صنعت المضارع بعدها؟ قال: جزم هذا الحرف جزم المضارع بعدها. سنختار تنسى من لا تنسى من باب التسهيل. من يعرف لنا هذا المضارع تنسى؟ قال النداء: تنسى ببساطة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف. فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الألف. إننا كما تعودنا نحب لغة الاختصار، فرب قليل يغني عن كثير. أيها الطالبان لتكتب، يزاحم سيف من بين الأولاد المجتهدين ويقول: أنا سأقرأ. اقرأ يا سيف. أيها الطالبان لتكتب واجبكما. أين الحرف المطلوب؟ إنه اللام. لحظة واحدة يا أبنائي، كونوا ورائي ولا تكونوا أمامي. إنها اللام. اللام أين المضارع بعد اللام؟ قال محسن بكلمة طيبة: إنها تكتب من تكتب. سنشير إلى ذلك بهذه الشرطة المائلة، إنها تكتب من تكتب. نعم. ما نوع الأسلوب في قوله لتكتب واجبكما؟ أجاب زيد: إن اللام هنا، أو إن هذا الأسلوب هكذا ببساطة، إنه أسلوب الأمر. فالحرف الذي نقصده أنه اللام، لام الأمر. اللام هنا لام الأمر.
فما المعنى الذي يفيده هذا الحق؟ انه يشجعنا او يامرنا بفعل امر حميد الا وهو كتابه الواجب. الامر بهذه البساطه، ما رايك يا محمد؟ هل من غرابه في وجود هذا اللفظ امامنا؟ قال محمد: نعم، ان تكتب هكذا يسقط منها شيء ما، او ان كلمه تكتب لها صوره قديمه، ما الصوره القديمه لتكتب؟ قال محسن: انها تكتبان هكذا، ان حرف النون تكتبان موجود على الاصل في تكتب. فماذا نفهم من ذلك يا زيد؟ قال زيد: نفهم من ذلك ان هذه اللام لام الامر، انها قامت باسقاط النون. ورب شخص يسال لماذا؟ قال: لان هذا المضارع اسند الى الف الاثنين ببساطه. فماذا صنع لام الامر بتكتب من تكتب؟ انه اسقط النون، انه ببساطه قد جزم المضارع هكذا، جزم هذا حرف المضارع. من يحاول معنا فيعد تكتب او تكتب من تكتب، سنقول له هكذا، انتظر قليلا حتى يكون الاخرون اكثر اهتماما بذلك، او محاوله منا لاعطاء الاخرين فرصه اخرى. هيا يا محمد الهمس، ما رايك؟ قال محمد: تكتب المسند الى الف الاثنين في وجود لام الامر، نعربه بايجاز، وسوف نقول فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، فهو من الافعال الخمسه. هل الفاعل موجود؟ فلكل فعل فاعل، اين فاعل تكتب من تكتب؟ موجود ام مقدر؟ قال محمود: انه موجود، وان الف الاثنين في تكتب عباره عن الفاعل، سنعرف ذلك. من يعرف الف الاثنين بوضوح؟ الف الاثنين، اعرف يا عبد الله. يقول عبد الله: الف الاثنين، والف الاثنين هكذا، ما بالها؟ ضمير متصل او بارز متصل في محل ماذا؟ رفع فاعل باختصار، ونستطيع ان نحكي كلاما اضافيا عن ذلك. والف الاثنين ضمير متصل مبني على السكوت في محل رفع فاعل. اخيرا الى المثال الاخير، ارجو ان تكونوا على قدر انفسكم حتى النهايه، فهذا الكلام ليس سهلا وليس صعبا، انما تكمن الصعوبه في عدم الانتباه، واراكم تنتبهون، فاحرصوا على ذلك حتى النهايه. هيا يا غيداء اقرأي، تقول: يا نفس لا تقصري في جنب الله. أين الحرف المطلوب يا منال؟ تقول منال: إنها اللا، نصطدم بها من جديد. جميل، أين المضارع؟ قال تقصر، قالت تقصر من تقصري هكذا. ما نوع الأسلوب؟ قالوا النهي، أو أسلوب نهي، فلا على ذلك الناهية نلقاها من جديد في هذا المثال. ماذا تصنع لا الناهية بتقصر من تقصري؟ قالوا جزم المضارع. رب شخص يقول: من يوضح اكثر؟ نقول له: الى اي ضمائر اسند هذا الفعل تقصر من تقصر؟ قال ناصر: اسند يا استاذ الى ياء الخطاب، فهو من الافعال الخمسه ببساطه. من يعرف تقصر من تقصر على ذلك؟ هل يا سيف؟ قل لهم. قال سيف: يا استاذ لا داعي للاعراب من جديد. نقول له: لماذا؟ قال: انما قيل في اعراب تقصري، او انما قيل في اعراب تكتبه هو نفسه يقال في اعراب تقصري. شكرا يا سيف على هذه الاجابه الموجزه الموفقه. اعزائي وعزيزاتي التلميذات، عن اي شيء ما نزال نتحدث؟ اننا ما نزال نتحدث عن جزم المضارع. جميل، من هيا انظروا ثانية إلى الأمثلة، من يعد لنا أشهر حروف الجزم التي أقدمت على هذا العمل؟ قال محمد: إنها لم، لما، لا الناهية ولام الأمر.
لن نكتب هذا، سنقول باختصار ما علامة جسم مضارع في المثال الأول والثاني. أجاب محمد قال علامة جسم المضارع فيهما السكون. ما علامة جسم المضارع في الثالث؟ قالت غيداء حذف العلة. ما علامة جسم هذا المضارع؟ أو ما علامة جسم المضارع في الرابع والخامس؟ قالت منال حذف النون. فنحن أمام الأفعال الخمسة. سنلخص ذلك بهذه الطريقة البسيطة. القاعدة من علامات كذا أو علامات جذب المضارع، نعم هكذا، بالترتيب النائي: السكون، حذف العلة، حذف النون. شكرا لكم. يتبقى لنا شيء بسيط، اصبروا فالعلم يا ابنائي يحتاج الى صبر. لم ينتصر. من يحاكي هذا المضارع باخر على جواله؟ هيا يا عدلي، يقول عدلي ينكسر على نمطي ينتصر. نعم جاء عدلي في المضارع ينكسر على جواله ينتصر مجزوما وعلامه جزمه السكون. على نمط تنسى اجاب سيف قال تسعى هكذا. نعم المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف العلة والأصل تسعى كقولنا تنسى. سنختار واحدا يشاد وتكتب من هذين من الرابع والخامس. قال محسن لتكتبوا لتدرسوا هكذا تخلصوا أيها الطلاب أو أيها عفوا الطلاب هكذا لتخلصوا على نمط تكتب تخلصا. ولو قلنا تخلصوا ينفع يعني لتخلصوا في سياق لغوي آخر. تخلصا أيها الطالبان لتخلصا في عملكما في اجتهادكما. الكلام كثير يا أبنائي والمعنى واحد. أخيرا سنلتفت إلى الكتاب قليلا فنقول نعم افتح كتابكم حيث الصفحة 49 ببساطة. حدد المضارع المجزوم واذكر علامة جزمه فيما يلي. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. من يختار لنا المضارع؟ من يختار لنا حرف جزم شهير ورد في هذا السياق اللغوي الكبير؟ إنه ماذا يا سيف؟ نعم قال يا أستاذ. قال سيف: لا تجعل، لا الناهية حرف الجزم، تجعل هو المضارع المجزوم علامة جزمه السكون. أخيرا سنختار من الصفحة 50 هذه العبارة: لا تصاحب إلا كل ذي مروءة، يعني لا تصاحب إلا الأخيار. أين حرف الجزم يا عبد الله؟ قال: لا الناهية تلوح من جديد يا أستاذ، المضارع المجزوم بعدها تصاحب من تصاحب وعلامة جزم حذف النون، فقد أسند هذا المضارع إلى واو الجماعة. أشكر لكم يا أبنائي أخيرا حسن الاستماع، بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا لمعلميكم ولأهلكم. إلى لقاء آخر.